أحبائي الكرام، متابعين قناة شريك حياتي، لكم مني كل التقدير والحب والاحترام. وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب أموركم تكون بخير وصحتكم تكون بأحسن حال وحياتكم تكون سعيدة. اللي لسه بيشوفني لأول مرة، أهلا وسهلا بك معنا في القناة، وحب أن أنت تكمل معنا الفيديو للنهاية عشان تعرف طبيعة قناة شريك حياتي وهدفها، وكمان علشان تعرف مواصفات عروستنا النهاردة. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها هدف نبيل جدا، وهو توفيق رصين في الحلال بدون أي مقابل. مجرد بس انك بتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد بطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج، وتكتب لنا في التعليق مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريك حياتك، وان شاء الله يكون نصيبكم عن طريق القناة. عندنا احنا بيوصل لنا طلبات زواج مسيار، زواج شرعي معلن، وزواج التعدد، وايضا طلبات تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج من جميع انحاء العالم، جميع الجنسيات والاديان، من مطلقات وارامل وعزبات، سيدات بيرغبن في الزواج ويقبلن زواج التعدد، وسيدات بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجية، وبعض السيدات بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجية ويتوفر عمل للزوج كمان عندها أو معها. فإذا كنت بتبحث عن شريكة حياتك أو بتبحث عن تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج لشريكة حياتك، اشتركوا معنا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، واكتبوا لنا في التعليق مواصفاتك بالتفصيل ومواصفات شريك حياتك بالتفصيل، وان شاء الله يكون نصيبكم عن طريق القناة. عندنا النهاردة انا معايا طلب زواج لسيدة اعمال خليجية عمرها 35 سنة، ارملة وليس لديها اطفال، بتطلب زواج مسيار ولديها سكن للزوجية وعمل للزوج معاها في إدارة أعمالها إذا حدث توافق بينهما. طولها 167 سنتي، وزنها 73 كيلو، شعرها بني داكن وطويل وناعم لأسفل الظهر، عيونها سوداء واسعة، بشرتها بيضاء، وهي جامعية الدراسة. بتقول في رسالتها: أنا ملتزمة دون تشدد، أجيد تحمل المسؤولية، أفضل التعامل مع الشخص المتعاون الصادق، أكره الوحدة، أفضل التحاور والنقاش المجدي الواقعي، وأميل للتعاطف مع المظلوم، لا أجيد التعبير بالقول ولكن أقوالي أفعال طيبة القلب، حنونة ورومانسية ومرحة، مجنونة مع زوجي فقط، ميسورة الحال ولله الحمد، صحتي ممتازة، أحب الرياضة، دلوعة وفرفوشة ورومانسية وايد، أريد الزواج المسيار ولدي سكن للزوجية، وإذا حدث توافق بيني وبين الزوج يساعدني في إدارة أعمالي. من رجل أي جنسية، جاد، لا يهمني مستواه المادي ولا عمله، لأنه لو صار توافق بيننا سوف ينتقل للعيش معي في مسكني ويعمل معي في إدارة شركاتي وأملاكي. زوج طيب وحنون وقنوع غير طماع، رأى من زخرف الدنيا ما شبعه، وغير متلهف على الدنيا، صحته تكون ممتازة، رياضي الجسم، رومانسي وحنون جدا جدا، مرهف الحس ورقيق المشاعر، زوج رومانسي وعاطفي جدا وللغاية، ليس بنكدي ولا عصبي ولا متسلط ولا كذاب، يقدر الحياة الزوجية ويقدر زوجته، وأنا ما راح أقصر معاه في شيء. إذا كانت مواصفات عروستنا النهاردة سيدة أعمال خليجية 35 سنة، أرملة وليس لديها أطفال،
بتطلب زواج من السيار، ولديها سكن الزوجية وعمل للزوج في إدارة أعمالها وشركتها معاها، بتتناسب مع مواصفات شريكة حياتك؟ اكتب لنا في التعليق. لكن لو شريكة حياتك ليها مواصفات تانية مختلفة غير اللي أنا ذكرتها، اكتب لنا في التعليق مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية، ومواصفات شريكة حياتك بكل أمانة وجدية ومصداقية، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بطلب زواج جديد أو طلب تعارف بقصد الزواج، وإن شاء الله يكون نصيبكم عن طريق القناة عندنا. يا ريت ما ننساش نعمل شير ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج وعن التعارف بقصد الزواج. أشكركم لمتابعة الفيديو للنهاية، أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، واللي لسه مشتركش معنا في القناة أتمنى أنك تشترك معنا في القناة، وأشكرك لمتابعتك للفيديو للنهاية. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي وهتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.